لكن ردود الافعال ابرزها في فرنسا واعلان كريم بنزيما من دقائق اعتزاله الدولي بشكل رسمي، خصوصا في ظل الاقاويل اللي خرجت على مدار الفتره اللي فاتت. هو الراجل نزل بوست كده على حسابه على انستجرام قال: لقد بذلت الجهد وارتكبت بعض الاخطاء حتى وصلت الى ما انا عليه اليوم، وانا فخور بذلك. لقد كتبت قصتي، او لقد كتبت قصتي وتنتهي قصتنا. يعني الراجل بيقول انا بعتزل بشكل نهائي عن تمثيل المنتخب الفرنسي، خصوصا بعد التقارير اللي قالت ان كان في تعمد لابعاد كريم بنزيما عن قائمه المنتخب الفرنسي، ان الاستبعاد ده كان مقصود، وخصوصا من ديشامب المدير الفني اللي كان غاضب او الغاضب من عدم ذكر اسمه عندما حصل بنزيما على الكره الذهبيه بعد اصابته. تم تضخيم موضوع الاصابه من قبل الطاقم الفرنسي، وعشان كده كريم بنزيما رفض دعوه الاتحاد الفرنسي لحضور نهائي كاس العالم، وعبر حسابه قال انا غير مهتم، يعني كرد فعل. وبعض اللاعبين كمان كانوا سعداء باستبعاد بنزيما. ده يعني دي التقارير يا جماعه، ما فيش معلومه مؤكده بالموضوع ده. يعني هو المؤكد ان هو اعتزل دوليا بشكل رسمي. يعني بعضهم كان سعيد من الناحيه الفنيه، والبعض الاخر كان سعيد من الناحيه الشخصيه عشان ما تكونش الاضواء كلها مسلطه على افضل لاعب في العالم، وعشان كمان بعضهم ما يفقدش مركزه في الملعب. الحاجات دي بتحصل في الكوره، لكن اكيد بنزيما قيمه كبيره في عالم كره القدم للمنتخب الفرنسي والريال مدريد، واحسن لاعب في العالم لحد من شهر واخد الجائزه بتاعه البالون دور، او من شهرين تقريبا. فده برضو او دي ابرز ردود الافعال هناك في فرنسا بعد خساره اللقب، لكن اكيد في فرنسا لازم يكونوا فخورين بهذا المنتخب المميز والرائع واللي ادى بطوله مميزه جدا جدا، وبيمتلكوا لاعب ممكن يضمن لهم المنافسه الدائمه على كاس العالم خلال السنوات المقبله او خلال النسخ المقبله، هو كيليان امبابي من احد العظماء اللي هيكونوا في تاريخ كره القدم، ده امر مؤكد، ربنا يحميه من الاصابات. بس ده كل ما يتعلق بكاس العالم اللي اتمتعنا بيه بشكل كبير جدا في قطر 2022.